ماينكرافت، لكن انا سيلفر فيش ولازم اموت جاست عشان اكسب. يلا بينا. انا خسرت التحدي ده زي الغبي بالراحة، عشان ما كنتش عارف ان الجولم هيضربني، والجولم موتني طبعا في ضربة واحدة. وانتوا قلتوا لي في التعليقات ان الجولم مش بيحب السيلفر فيش عشان موب شرير، وانتوا صح، معاكوا حق. فدلوقتي بنحاول التحدي ده تاني، واول حاجة لازم نروح للنذر. ايه ده؟ طيب في يعني كتير تحت. حلو 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 حلو. في ميه هنا. حلو، احنا قربنا 100,000 مشترك في كله على السريع. اعمل اشتراك، ولو بتتفرج على تيك توك بالمره اعمل متابعه، هتاخد منك سنتين يعني. بس كده الايرون شغال. طيب الكهف ده شكله كبير قوي، استنى بص عليه كده على السريع. هو انا محتاج اكل، بس لو حظي حلو في لافا تحت. في ايه؟ في دايموند، في دايموند، وانا مش عايز اصلا دايموند. ايه الهبل ده؟ طيب ادي حظي، دي كده هتبقى اسرع دايموندز جبتها. ايه الحظ الزفت ده؟ يلا مش مشكله، قد كده. برو جيمر اجري يا مرسي، انا معيش هيلث خالص ليه كده؟ اهلا دايموندز، باي باي دايموندز. لا 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 معيش اكل، معيش اكل، معيش اكل، معيش اكل. الحل بسرعه. ها